ثابكم الله، رجل يرغب أن يحج بدون تصريح، ويتجاوز الميقات دون لباس الإحرام، ويحرم في مكة، ويندمج مع الحجاج، ثم يذبح ذبيحة في منى لتجاوز الميقات بدون ملابس الإحرام، وبذلك التحايل عن أرضنا، علما أنه من سكان الطائف، فما حكم فعله هذا؟ لا يجوز له فعله هذا، بل عليه السمع والطاعة، ويحرم من الميقات ولا يدخل إلى مكة يريد الحج وهو غير محرم، يقول أحرم من مكة، لا ما يجوز له هذا. نعم.